Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est la multiplication. Sabah al-khair. كيف كون أصدقائي درسنا اليوم بدي يكون عن جدول الضرب للثمانية جدول الضرب للويت بس قبل ما نبلش بدي نبهكم لضرورة غسل إيدين بالماء والصابون لمدة تزيد عن 20 ثانية لنحمي حالنا من فيروس كورونا. خلينا نبلش هلا خلونا نشوف هيدي الغنية اللي بتحكي عن التابل دي ملتبليكاسيون مع بعض. Après les tables de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, nous voici arrivés à la table de 8. Suis bien mes instructions, laisse-toi entraîner, fais bien attention et tout d'abord chante avec nous la chanson en essayant de l'apprendre par cœur. Bravo, tu peux donner toi-même les réponses. 8 fois 1, 8 fois 2, 8 fois 3, 8 fois 4, 8 fois 5, 8 fois 6, 8 fois 7, 8 fois 8, 8 fois 9, 8 fois 10. On reprend tous ensemble une nouvelle fois. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. 8 fois 7, 56. 8 fois 8, 64. 8 fois 9, 72. 8 fois 10, 80. بدنا نتعلم التابل دي ملتبليكاسيون للويت يعني جدول ضرب للثمانية. نحن عندنا 8 ضرب 0 8 ضرب 1 8 ضرب 2 8 ضرب 3 8 ضرب 4 8 ضرب 5 8 ضرب 6 8 ضرب 7 8 ضرب 8 8 ضرب 9 8 ضرب 10 يعني 8 فوا 0 8 فوا 1 8 فوا 2 8 فوا 3 8 فوا 4 8 فوا 5 8 فوا 6 8 فوا 7 8 فوا 8 8 فوا 9 8 فوا 10. نحن أول ثلاث قواعد نحطهم براسنا انه اي عدد بنضربه بصفر بضل بيطلع نتيجه صفر. يعني 8 فوا 0 ايجال 0 7 فوا 0 ايجال 0 3 فوا 0 ايجال 0. طيب بالنسبه للان اي عدد بنضربه بواحد بتضل بتطلع نتيجه مثل ما هي. يعني 8 فوا 1 ايجال 8 7 فوا 1 ايجال 7 9 فوا 1 ايجال 9. طيب بالنسبه للديس اي عدد بنضربه بديس بيطلع مثل ما هو بس بنضيف له صفر حده. يعني 8 فوا 10 ايجال 80 80 يعني 80. يعني هيدي ال 8 وهيدي الصفر بنحطها حد 8 فوا 10 ايجال 80 80 يعني 10 8 يعني 8 زائد 8 زائد 8 10 مرات. يعني هاي 8 بلس 8 بلس 8 بلس 8 هاو 4 بلس 8 هاي 5 بلس 8 هاي 6 بلس 8 7 بلس 8 8 بلس 8 9 بلس 8 ايجال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 بلس 8 24 بلس 8 32 32 بلس 8 40 بلس 8 48 بلس 8 56 بلس 8 64 بلس 8 72 بلس 8 80 ايجال 80. يعني اي عدد نضربه ب 10 بيطلع مثل ما هو بس بنضيف له صفر 8 8 فوا 10 ايجال 80. طيب بنيجي لهون لازم نقسم نحن 8 فوا 2 8 فوا 3 8 فوا 4 8 فوا 5 8 فوا 6 8 فوا 7 8 فوا 8 8 فوا 9. بدنا نقسم الجواب لايونيتي ولا ديزاين لايونيتي ولا ديزاين يعني لاحاد ولا عشره. بدنا نحط نقطه هون محل اليونيتي ونقطه محل ديزاين.
نقطة محل اليونتين نقطة محل الديزان 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 نقطة محل اليونتين ونقطة محل الديزان. طيب شو بنقول هلا؟ نحن بنعتبر بنبلش نرقم الديزان بالأول 8 فوا 2 بنحط 1 8 فوا 3 بنحط 2 8 فوا 4 بنحط 3 8 فوا 5 بنحط 4 8 فوا 6 كمان بنحط 4 محل الديزان 8 فوا 7 بنحط 5 8 فوا 8 بنحط 6 8 فوا 9 بنحط 7 يعني يكون عندنا 1 2 3 4 4 5 6 7 يعني محل الديزان بتتكرر بس من 8 فوا 5 و 8 فوا 6. طيب نجي لليونيتي منبلش باليونيتي من تحت من 8 فوا 9 بنحط 2 4 6 8 0 نرجع 2 4 6 شو بكون عندنا؟ بيطلع معنا جواب دغري بيطلع معنا 8 فوا 0 ايجال 0 8 فوا 1 ايجال 8 8 فوا 2 ايجال 16 8 فوا 3 ايجال 24 8 فوا 4 ايجال 32 8 فوا 5 ايجال 40 8 فوا 6 ايجال 48 8 فوا 7 ايجال 56 8 فوا 8 ايجال 64 8 فوا 9 ايجال 72 8 فوا 10 ايجال 80 يعني 8 ضرب 10 بيطلع 0 8 ضرب 1 8 8 ضرب 2 16 8 ضرب 3 24 8 ضرب 4 32 8 ضرب 5 40 8 ضرب 6 48 8 ضرب 7 56 8 ضرب 8 64 8 ضرب 9 72 و 8 ضرب 10 80 شو بنعمل؟ قلنا قسمنا 8 ضرب 0 طلع 0 8 ضرب 1 بتطلع 8 و 8 ضرب 10 بتطلع 8 نرجع بنحطهم ابتداء من 2 يعني من 8 ضرب 2 نحط 1 2 3 4 4 5 6 7 نرجع بالهاي بالديزاين باليونتين بنبلش من 9 بنحط 2 من قف 3 بنحط 4 بنرجع بنحط 6 بنحط 8 بنحط 0 يعني من قف 2 2 2 4 6 8 0 0 يعني 10 نرجع نقول 2 4 6 بيطلع معنا النتيجه بتطلع معنا بسرعه وهي بنحفظ تابلو ملتيبليكاسيون للويت بكل سهوله. هلا قبل ما اختم بدي اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح. انتظروني بحصة جديدة. أوروار.